دكتور عبد المنعم، الوكالة كمان أشارت إلى تعافي الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له منذ عامين. صحيح. أولا يعني إيه تعافى ودلالة ده إيه؟ تعافي الجنيه المصري المقصود به ارتفاع قيمته مقابل الدولار. احنا كان سعر الصرف اولا بدايه من تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016 تم طرق الاليات الطلب والعرض. صحيح. يعني ما بقاش في تدخل او يعني تحكم في تحديد سعر الصرف للشراء او البيع كما كان موجود في من قبل، فبدا الموضوع متروك للسياسات او قوى الطلب والعرض. بدات من هذا التاريخ ان الجنيه كان قيمته بتتحدد في حدود 18 جنيه تقريبا مقابل الدولار. النهارده بنتكلم في انخفاض في حدود 45 قرش تقريبا، لغايه حتى امس تقريبا 45 او 46 انخفاض في قيمه الدولار مقابل الجنيه. ده معناه تعافي ان قوه الجنيه المصري او الطلب على الدولار قل مقابل العرض من الدولار زاد، وده نتيجه طبيعيه برضه. ايضا لايه؟ اولا احنا عندنا تحولات العاملين بالخارج، النهارده بنتكلم في اكثر من 25.5 مليار دولار. السياحه المصريه بدات تتعافى الحمد لله خلال الشهور الماضيه، حققت اكثر من 9 ل 10 مليار دولار خلال الفتره الماضيه. ايضا الجزء الاهم ان دخول الاستثمارات الاجنبيه بزيادتها، النهارده بنتكلم في حجم استثمارات اجنبيه 7.8 مليار دولار في السنه في عام 2018. ايضا اللي ما يطلق عليه الهوت ماني، وده كان جزء كبير جدا ان الحصيله اللي هو ايه الهوت ماني؟ اللي هو دخول المستثمرين الاجانب في البورصه المصريه، شراء السندات والاذون الخزانه اللي بتصدرها الدوله المصريه. الحصيله الدولاريه اللي اتحققت في شهر يناير فقط كان حوالي 1.8 للبنوك، فالنهارده 1.8 حصيله دولاريه، فده ساعد على زياده العرض من الدولار مقابل الطلب عليه قل. الطلب قل برضه لحاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان مصر النهارده بنتكلم على ان احنا الغاز الطبيعي بدانا يعني شبه او تقريبا وتوقفنا عن الاستيراد للغاز الطبيعي، فده معناه الاكتفاء الذاتي بالزبط. ولسه فده بعد كده المفروض كمان طبعا احنا يعني هيبقى في تصدير كمان ان شاء الله. فده معناه ان الطلب اللي كان بيجي في حدود 3.2 مليار دولار سنويا، يعني تقريبا في الشهر حوالي 260 مليون دولار، انخفض خالص او بقى صفر. الصادرات المصريه زادت بنسبه حوالي 22%، فزود الحصيله الصادرات والحصيله الدولاريه اصبحت بنتكلم في 28 مليار دولار، رغم ان الصادرات اللي ليها تعليق المفروض تزيد عن كده بكثير وفقا لاليات اللي هنتكلم في ده. لكن هنتكلم عامه انها زادت مقابل الاستيراد. القيود والاشتراطات اللي اتحطت على فاتوره الاستيراد المصريه انخفضت. احنا كنا بنستورد ب 80 مليار دولار، النهارده احنا بنتكلم ان الاستيراد المصري اصبح في حدود من 55 ل 60 مليار سنويا. اخر شهرين اللي هو كان يناير وفبراير الاستيراد المصري انخفض، الاستيراد المصري انخفض في حدود 8.2 مليار دولار في الشهرين دول، فده معناه انخفاض الحصيله وانخفاض الطلب. طيب هذا التعافي في قيمه الجنيه يا دكتور عبد المنعم ده بينعكس ازاي على وضع او حاله الاقتصاد بصفه عامه؟ طيب ينعكس في وضع الاقتصاد، اولا المفروض هيبقى فيه انخفاض للاسعار خلال الفتره القادمه. نتيجه ايه؟ نتيجه ان احنا مصر بتستورد نسبه كبيره من السلع الموجوده داخل الدوله، فده معناها ان قيمه الدولار الجمركي اللي بيتم تحديده وفقا لاليه جديده كنا من اول بنحدد 16 جنيه، النهارده لا، الدولار الجمركي بقى له شهرين بيتحدد وفقا لآلية السعر البنك المركزي، كان آخر حاجة 17 جنيه 98 قرش، النهارده بنتكلم في 17 جنيه 40 أو 45. فمعنى كده أن الرسوم الجمركية هتنخفض بالتبعية، ومن ثم الأسعار البضاعة أو السلع والمنتجات اللي مصر هتستوردها داخل السوق المصري هتنخفض خلال الفترة القادمة، فده نوع من أنواع التعافي. الجزء الثاني وده برضو المهم اللي هو في الاقتصاد، النهارده لما انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بالتبعيه انخفض فايده البنك المركزي، وده شيء طيب، ده هيساعد ان في حركه رواج او حراك اقتصادي داخل الدوله من خلال مشروعات واستثمارات. يبقى النهارده الناس اللي هيبقى معاها فلوس مصريه هتبحث على مشروعات استثمارات داخل الدوله، سواء كانت في بورصه مصريه سواء كانت في مشروعات يتم من خلالها عمل زيادات ونواتج ارباح اعلى. ممتاز.